صباح الخير، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. الفيديو النهارده من الفيديوهات اللي انا هحبها قوي 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 في المستقبل، وهبقى مبسوطه بنفسي اللي انا صورت الفيديو ده. والفيديو ده اصلا يعني الفكره بتاعته كانت موجوده عندي من فتره، ومبسوطه عشان احققها دلوقتي. النهارده هتكلم عن تاريخ تصميم الازياء والخياطه والحاجات دي كلها. العالم ده كان بالنسبه لي مبهم، او العالم ده كنت بحبه بس من بعيد كده، اللي هو ايه، مثلا احب اظبط لبسي ده على دوت، والبس ده، والبس مثلا الطقم ده، الفستان دوت على كذا جاكيت، على مش عارفه ايه. فكنت في الكليه كان دايما الناس تقول لي انت لبسك شيك قوي ومحترم جدا، كنت ببسط جدا، وكنت بقعد مثلا اشوف حاجات على النت، واقعد اروح الخياط يعملها لي وكده. وكان اكتر حاجه بتخليني ابقى مبسوطه ان انا اكون مميزه، كان دايما ناس تقول لي البسي الحاجة عشان احبها، يعني ادخل كده على دولاب اي حد اقعد البس منه حاجات على بعضها، حاجات على بعضها كده، فتطلع في الاخر منتج حلو او حاجة حلوة، فهي تتبسط بيه فتقول لي خلاص، يعني ايه، انا الطقم ده هلبسه على بعضه بعد كده اهوت. فده حاجة كانت بتبسطني جدا، وبحب دايما ان انا اكون حد مميز، لبسي مش بيبقى زي حد. هو مش تكبر او تناكة او كده، لا، بس هو بجد انا ما بحبش اكون على الموضة، بحب اكون على الحاجة اللي انا حباها وان هي هتناسبني انا كنور، يعني كجسمي وكده. يعني لغاية السنة اللي فاتت قررت ان انا اخد كورس تصميم. انا حد ما بعرفش يرسم خالص خالص خالص، انا يعني ايام ابتدائي يعني لو كنت بعرف من السمكة اللي هي عاملة زي السنبوكس ديت كنت بعملها. بس اخدت الكورس مع واحدة صاحبتي، هي بقت صاحبتي، اسمها هنده، معانا هنا في بورسعيد، من الناس الجميله جدا. انا عايزه اقول لكم ان هي كانت بتعلمني رسم من اول وجديد، البنت اتنقطت معايا بس وصلت النتيجة حلوه كحد ما بيعرفش يرسم نهائيا. كذا حد مثلا بدا ان هو ياخد تصميم الازياء من على النت ويتعلمه، لان هو وعنده خلفيه اصلا بيعرف يرسم، فما شاء الله ابدع. اما انا ما بيعرفش يرسم نهائيا، وبدات تطلع معايا واحده واحده، اللي انا بقيت بعرف ارسم. ديت المدربة ساعدتني فيها صراحة، دي بقى أكتر حاجة أنا بحبها. أتمنى محدش يتريق على أول رسمة وصلتها، وشوف الوقت أنا وصلت لإيه. تمام، كلنا عادي، كلنا عادي بنبدأ. يعني حاجة بسطتني إن أنا بدأت أرسم، بدأت إن أنا الأفكار اللي عندي تطلع على الورق. وطبعا وقفت حبة، والحبة اللي انا وقفتهم دول رجعوا مستوايا، يعني مستوايا ما تحسنش بقى عادي. لغاية من فترة قررت ان انا اخد كورس تفصيل او خياطة. يعني انا حد ما بيحبش التفاصيل، ما بيحبش التفاصيل خالص، يعني الخياطة مليانة تفاصيل، والكم ومقاس مش عارفة ايه وايه وحاجات كده كتير. وكنت داخلاها كتجربة، ها يعني، ها تمام، ظبطت ما ظبطتش، خلاص الدنيا تمام. يعني المهم اخدت الكورس لمدة شهر. عايزة اقول لكم ان انا كنت بعاني، يعني ان انا كنت بصحى الصبح وكده، والمكنة وازاي استخدمها واللضمة المكنة، وطبعا الحاجات دي كلها في الاول عمو بتاع نستناه لغاية ما يخلص. عمو خلاص خلص الحمد لله. عايزة اقول لكم ان الشهر دوت عرفت على ناس كتير حلوة قوي، حلوة جدا يعني، حبيتهم، وناس مختلفة عني، فمبسوطة ان انا اتعرفت عليهم جدا. وده الحاجات دي كلها هتشوفوها، صورت معاهم وعملت اول بلوزة، يعني عايزة اقول لكم ان انا لقصتها وانا حاولت اخيطها، من الدنيا ما ظبطتش لان انا مفلحوسة، وبدأ باول حاجة يعني بستان. وطبعا يعني اللي عارف الخياطة اكتر مني هيبقى عارف يعني ايه، انت بتخيطي ستان بيبقى مرهق جدا ورخم جدا. واجت فترة ان انا زهقت او اتخنقت وكنت هوقف الكورس، رحت اعمل شاي عشان اكمل الحكايه. المهم الوقت دوت قلت خلاص ان انا ماليش خياطه اصلا، انا ايه اللي خلاني اخيط اصلا؟ انا حلو ان انا اقعد اصمم وابدع واعمل افكار كده وخلاص يعني. المهم وقفت يوم، قعدت اعمل حاجات تانية مختلفه عن الحاجه اللي انا بعملها. ده علمني حاجه، ان انا ما اسيبش نفسي للاخر، سيبش نفسي للاخر خالص لما اقفل من حاجه خالص، لا، انا اخد هدنه وابدا اعمل حاجه مختلفه تماما عن اللي انا بعمله، وبعد كده ارجع. وده بالفعل ده حصل. لما رجعت لا عرفت ان اصلا القماشه دي ما كنتش ينفع ان انا ابدا بيها لان انا حد مبتدئ،
وان انا لازم ابدا بحاجه ابسط، وقد كان بدات وديت لحد وديت القماشه لحد تاني يقفلها لي. انا كنت خلاص قصتها وعارفه الموديل وكل حاجه، بس ما كنتش عارفه اقفلها لان الدنيا عندي ما كانتش احسن حاجه. ولبست البلوزه كنت مبسوطه بيها جدا. عايزه اقول لكم ان انا لما لبستها حسيت ان انا لا لا نورفين لازم تكملي لازم تكملي. المهم كملت في الكورس واتعلمت اكتر وكده اهوت. وبعد ما خلصت الكورس بدات اعمل حاجات جديده، وهتلاقوني بنزل لكم ستوريات على الانستجرام اللي انا عاملاها يعني. فاللي مش متابعني على الانستجرام يروح يتابعني على الانستجرام عشان بنزل حاجات كتير مختلفه يعني. تيجي بقى لاكتر حاجه انا بحبها، لا مش الشاي، الا وهي تاريخ الحاجه دي كان ايه، ايه اصلها، ايه فصلها، اول ناس اشتغلوا فيها، اول ناس عملوها. انا بحب اعشق الحاجات دي جدا جدا جدا. طبعا قعدت ابحث عنها وقعدت اشوف حاجات واشوف صور واشوف بتاع، فده اللي احنا ده اللي هشارككم معاكم فيه. بس قبل ما اشارككم الحاجات دي كلها، اللي انا الصور اللي انا شفتها ومصممين الازياء واول مكنه اصلا كانت موجوده في التاريخ كانت عامله ازاي اصلا، يعني اكتشفت ان اصلا الخياطه ديت موجوده من العصر الحجري يعني. بس كان في ادوات طبعا مختلفه يعني من وقتها لدلوقتي. انا كنت مبسوطه قوي يعني، عايزه اقول لكم ان انا كنت مستمتعه جدا يعني، وهشارككم كل المعلومات دي كلها كلها. بس قبل ده حابه بقى اعرفكم على شخصيه جميله جدا اتعرفت عليها في الكورس. طبعا هو يعني احنا بدايه ما اتعرفنا شكلنا تمام، وبعد كده هو بقينا اصحاب جدا جدا جدا، وهي من الشخصيات الجميله قوي قوي قوي. فهعرفكم دلوقتي عليها، وهي اول واحده حرفيا اول ما دخلت الكورس. طبعا كنت رايحه متاخره تمام، فهي اللي كانت قعدت معايا على يعني قعدت معايا عشان تظبط معايا المكنه وازاي ان انا ادوس عليها. ويوم ما اتعلموا ان هما ازاي يلضموا المكنه، طبعا انا كنت برضو جايه متاخره تمام، فهي اللي كانت فضلت معايا واحده واحده لغايه ما اتعلمتها. فانا حابه اشكرها جدا جدا، وعايزه اقول لها ان هي وحشاني جدا جدا. فيلا بقى نروح نشوفها. طبعا انا اول ما جيت متاخره، ده طبيعي يعني. فاكتر حد ساعدتني في ان انا امشي على المكنه لان انا كنت بسوق بيها، لان الدنيا كانت مش مظبطه معايا ومكنتش بعرف اظبطها في الاول. فيعني رباب كده حد فاكهه اليوم كله يعني. حبيبتي حبيبتي ده انت اختي يا نور والله. حبيبتي واكتر حد شجعتني في القناه وشويه اتفرجت على فيديوهاتك وكده اهوت، فانا عشان كده انا حبيبتي جميله ويا ريت تدعموها. اه والله يلا قولي اشتركوا في القناه، اشتركوا في القناه وعملوا بس عشان يشوفوا كل جديد. باي باي. وطبعا مش هنسى المعلمه اللي علمتنا، وان هي تعبت معانا والله العظيم لغايه ما كلنا اتعلمنا وكده. برضه صورت معاها، فروحوا شوفوا الفيديو. اكتر حد شجعني على الخياطه وحببني فيها لان انا اصلا مش بحبها خالص خالص، مس حسنيه القمر بتاعتنا يا دي بس. فجماعه بجد بجد فرق معايا جدا، هي معايا جدا جدا جدا. فكل واحده شطوره وجميله، وانت يجي منك ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله هشوفوا بقى ابداعات ان شاء الله. طبعا هبدا اتكلم بقى عن تاريخ التصميم الازياء والخياطه والكلام ده كله. عايزه بس اوريكم اول مكنه خياطه كانت موجوده في التاريخ. ودي المراحل بتاعتها. لو هتكلم عن تصميم الازياء، ما حبيتش ان انا اتكلم بطريقه كده اهوت اللي هو تاريخه كذا وبدا من كذا وكده، بس حبيت اتكلم عن شخصيه ملهمه جدا، كوكو شانيل. ازاي ديت ابدعت في تصميم الازياء، ويعني نقلت تصميم الازياء من حاجه لحاجه تانية خالص، في الذوق وفي الشكل وفي كل حاجه. وان هي واحده يعني قدرت ان هي تعمل براند موجوده لغايه دلوقتي، فده اللي انا هشارككم بيه النهارده. كوكو شانيل مر على وفاتها اكتر من 50 سنة. عايز اسال سؤال، مين مننا ما حلمتش ان هي تكون كوكو شانيل؟ مين مننا لما شافت مسرحيه شريهان اللي عملتها اللي كانت بتجسد فيها دور كوكو شانيل ما حلمتش ان هي تبقى زيها؟ مين مننا ان هي بدات تتعلم وسعت ان هي تبقى زي كوكو شانيل؟ ايه طب ايه اللي بيميز كوكو شانيل، وايه اللي خلاها براند عالميه وتبقى موجوده لغايه دلوقتي؟ هي ما عملتش العادي. وحطوا تحت الجمله ديت 100 خط، ما عملتش العادي، عملت حاجه مختلفه.
تحدد كل العادات والتقاليد اللي كانت موجودة في الوقت ده، والدليل ان هي موجودة دلوقتي احنا لامسين المنتجات بتاع كوكو شانيل. جابرييل اون شانيل ده اسمها الحقيقي، وبس كلنا عارفينها باسم كوكو شانيل. اتربت في عيلة فقيرة جدا جدا من اب وام معدومين يعتبر. اسرتها كانت كبيرة جدا، ساكنة في احياء فقيرة جدا في فرنسا. وهي عندها 12 سنة والدتها توفت، ابوها بعت اخواتها الصبيان عشان يشتغلوا، وبعتها هي واخواتها الاثنين لدار ايتام. ومن هنا تبدأ الحاجة الحلوة اللي حصلت في حياتها. هي دخلت دار الايتام، وديت بالنسبة لها مأساة، بالنسبة لأي حد مننا مأساة، بس دار الايتام ديت كانت سبب ان هي تكون كوكو شانيل. طيب ازاي؟ بعد 18 سنة في دار الايتام اتقنت كوكو شانيل الخياطة. بعد كده هو تراحت زي مدرسة داخلية للبنات، بعد كده اشتغلت في ملهى ليلي وكانت بتغني. في الفترة ديت اشتهرت بكوكو شانيل، وفي تصريح ليها قالت ان هي اسم كوكو دوت اختصارا لكلمة جميلة او محبوبة بالفرنسي. اول حاجة كوكو شانيل عملتها ان هي بدأت تصنع قبعات. قبعات في الفترة دي كان ليها رونقها كبير جدا، وبدأت تصنعها لاصحابها. اول بوتيك في فرنسا سنة 1910، وبعد كده هو بدأت تصمم هدوم. عايز اقول لكم ان حصل حدث تاريخي خلى كوكو شانيل تطلع الموهبة بتاعتها بجد. في الحرب العالمية الاولى بدأت الستات في الوقت ده تشتغل، فايام زمان كانوا بيلبسوا فساتين وحاجات كانت تقيلة قوي قوي. مع الحركة والشغل وكده الحاجات دي ما كانتش عملية خالص. بدأت كوكو شانيل تعمل اللبس الكاجوال، وبدأت تصمم حاجات رقيقة جدا وبسيطة جدا، وساعدت في حل أزمة كبيرة جدا في الوقت دوت. وبدأت كل الستات يغيروا ويلبسوا براند كوكو شانيل. وكان فستانها الأسود القديم اللي هي عملت إعادة تدوير هو بداية لشهرتها. عايزة أقول لكم إن الإنسان المبدع بيقدر يصنع من لا شيء شيء. فأي حد بيفكر ان هو يفتح براند هدوم او اي براند هو عايز يعملها، لازم تعمل من لا شيء شيء عشان تلفت انتباه الناس ويبدأوا ان هم يحبوا المنتج بتاعك. تمام. طبعا الشغف وحبها للحاجة ديت هي دي اللي خلت الناس تحب الحاجة ديت، وبدأ فنانين كبار جدا يلبسوا من ازياء كوكو شانيل. مش بس كده، بدأت ان هي تدخل البنطلونات للستايلات بتاعتها، لان الحاجات دي ما كانتش موجودة قبل كده، ده غير ان اللون الاسود كان بس للعزة او للست الارملة. قدرت كوكو شانيل تدخل اللون الاسود ويبقى موجود لغاية وقتنا هذا موضة في اي وقت، وان الاسود بيليق على اي حاجة. وبدأت كمان تتوسع لغاية معمل البرفانات، وكان اسمه كوكو شانيل نمبر 5، لان هي كانت دايما بتحب الرقم 5. وكده انا خلصت قصه كوكو شانيل. يا رب تبقى ملهمه ليكم زي ما هي ملهمه ليا. اتمنى اكون استفدتوا او استمتعتوا زي ما انا استمتعت. قعدت شهرين برسم، بتعلم الرسم من اول وجديد عشان اطلع الافكار اللي انا برسمها. وبعدين قعدت شهر بتعلم اساسيات الخياطه، وروحوا تابعوني على الانستجرام، لاني يعني اول ما خلص الحاجات اللي انا بعملها حاليا هبدأ انزلها وكده. اي رحلة بجد يعني. وديت حاجة انا عايز اقولها لكم، ان هو الواحد في بداية التعليم بيبقى عنده مشاكل كتير، مش عارف يظبط حاجة او مش عارف يعمل حاجة، بس بيكتشف ان مع الوقت ومع الممارسة ومع الشغل ان هو ابدع زي كوكو شانيل. فليه ما تبقي زي كوكو شانيل وتبدأي بحاجة وتتعلمي حاجة، حتى لو مش هتوصلي لأعلى حاجة بس ابدأي. شكرا عشان وصلتوا لغاية هنا، هو انتوا اتفرجتوا عليا، واتمنى ان انتوا تدعموني وتشتركوا في القناة وتفعلوا جرس التنبيه عشان يوصلكم اي حاجة جديدة انا بنزلها. وبجد مبسوطة جدا ان انا فتحت القناة وان انا بشارككم الحاجات دي كلها، واتمنى بقى العيلة بتاعتنا تكبر شوي مثلا يعني. دمتم مبدعين. مع السلامة.